بدون تعب. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل والخطأ واضح، قرار سليم من الحكم. صالح الشهري يحاول أن يلعب كرة بينية والفرصة، أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود، قراءة ممتازة للكرة، رائع جدا في توقع مسار الكرة. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. حاول تمريرها من بين المدافعين. مباراة يسدد في اتجاه المرمى من مسافة. البليهي، ناصر الدوسري، محمد كنوب، سالم الدوسري، كرة تلعب على اليسار، يحولها للجهة اليسرى. البليهي، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، يلعب كرة على اليسار، فاتت ومرت وصلت إليه، يسيطر على هذه فرصة. هدف للمنتخب السعودي، هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. سامي النجعي، سعود عبد الحميد، مرت الكرة بشكل جميل. سامي النجعي كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. سالم الدوسري، والآن تغيير اتجاه الجانب الأيسر. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. الآن هجمة مرتدة، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا، يفقد الكرة تحت الضغط. سامي النجعي، لمسة على اليسار، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. إمكانية مرتدة الآن، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. There will be one minute added time. وانتهى الشوط الأول، شوط أول جاء فيه هدف والنتيجة في هذه المباراة من أجل مغامرة، المخاطرة أكثر. لم يحرزوا أهدافا بعد لكنهم قدموا أداء جيد إجمالا، ربما سوى الحظ اللي كان يواجههم. محاولة تسديد، سيشعر بالتأكيد بالحزن على إضاعة هذه الكرة، قرر أن يجرب حظه على المرمى في هذه التسديدة لكنه لم يكن موفقا بالتأكيد، راحت الكرة عالية وبعيدة عن المرمى. سامي النجعي، سالم الدوسري، سالم الدوسري، والدفاع يبعدها. الهند ما زال متأخر في النتيجة 0-1. محمد كنوب، سالم الدوسري،
الكرة والرأسية في هذه الأوقات لن تسبب أي إزعاج. الحارس رغم الرقابة الكبيرة نجح في المرور، نجح في محاولته في أن يتجاوز الدفاع، لكن في الأخير الفرصة صالح الشهري. الله على الكرة في المرمى، روعة واحتفال جميل ومشاعر طاغية، يا لجنون كرة القدم. الضغط يولد الأخطاء في عالم كرة القدم، إذا ارتكبت الخطأ هنا يعني الخطورة ستكون موجودة بلا شك. العقوبة بعد ذلك كانت بهذه اللقطة وبهذا الهدف. النتيجة 2-0، تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. الكلمة الأخيرة هنا كانت للدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. لم يكن هناك مجال لعبور الكرة. ناصر الدوسري، البينية حلوة الآن. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يحتاج إلى تركيز أكبر في المرة المقبلة، يفقد توازنه. ناصر الدوسري، سالم الدوسري، يحولها للجهة اليسرى، الكرة تصل إليه. الآن إمكانية المرتدة. محمد كنو، خيبري، سامي النجعي، يلعب كرة بينية. سامي النجعي يلعبها في المرمى، جول! انتهى كل شيء بهذا الهدف. مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. هجمة مرتدة رائعة بمجرد الحصول على الكرة، تيك تاك، ثم بعد ذلك يصلون لمرمى الخصم، تدرج كروي غير عادي. توقف أول هنا من أجل القيام بالتغيير. نستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. تسديدة. الهند خارج الخدمة اليوم، وكأنه نسي كيف تلعب كرة القدم اليوم بدون تهديد حقيقي على الخصم. بالتأكيد أنه يقدم واحدة من المباريات السيئة جدا، نتيجة تعبر عن فهد المولد، والكرة في المرمى. يا إلهي، روعة روعة روعة، بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة انتهى كل شيء. أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد، هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. دخل لقلب الموازين، دخل لصناعة الفارق، هنا يصنع. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل، تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. سيطرة غير عادية، مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. عبد الرحمن غريب يحاول الحفاظ على الاستحواذ وإهدار الدقائق المتبقية. فهد المولد، والآن فرصة موجودة، ويلعب كرة رأسية جاهزة، ينقذها حارس المرمى. بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن الهند لم يقدر على مجاراة منافس كان في غاية القوة، هجوم يملك إمكانيات رهيبة جدا صعبت مهمة المدافع.